وللكباتن حمد الدبيخي يوسف الغدير. حسابات الدوري السعودي لم تتوقف عند تتويج الفتح أو سقوطه أمام الأهلي وفوز الهلال وجمع النقاط وفقط. الفتح توج بالدوري أخيرا والهلال اكتفى بالوصافة، أما الفيصل فكان طموحه مختلفا تماما. نقاط المباراة كانت ستبعده أكثر فأكثر من خطر الهبوط ومغادرة الدوري الكبار. الفيصلي لم يكن صيدا سهلا للزعيم الذي أراد أن ينهي المباراة منذ البداية، لكن الفرص ضاعت بالجملة. الفتح سجل أول أهدافه في الشوط الأول والموعد لم يحن في مباراة الوصيف والفيصلي، وكأن تأثير الهدف الفتحاوي كان موجودا، فتسرع الضيف الهلالي وغابت أهدافه رغم وجود الفرص. سالم الدوسري فرصة حقيقية في ثواني. أمل التتويج بالدوري بدأ بالتبخر دقيقة بعد دقيقة وثانية بعد ثانية، وعين في المجمع وأخرى في الأحساء في انتظار الأخبار. لكن وبالرغم من تسجيل الفتح لهدفه الأول لم يرد الهلال بمثله، بل استمر سيناريو إضاعة الأهداف. أما الفيصلي فلم يفاجئ الجميع بهدف في شباك ضيفه، وقبل نهاية المباراة بدقائق حرر نواف العابد الزعيم بهدف الفوز الذي لم يغير الواقع الهلالي، لكنه لم يخدم أصحاب الأرض الذين تمنوا النقاط للابتعاد عن المراكز الأخيرة وضمان البقاء في الدوري الذي سيسدل الستار على منافساته قريبا. عبد الله الزوري جميلة، رأسية وسلي الهداف، ابعاد، لكن هذه ما لها حل. رادي صلاح صدى الملاعب.